السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everybody, I hope you're fine. اليوم في الفيديو مختلف نوعا ما، هو سوف أتحدث عن مسابقة بسيطة مخصصة للأطفال. الهدف من هذه المسابقة هي تشجيع وتنمية قدرات الأطفال على التكلم في اللغة الإنجليزية. وضعت بعض الشروط يجب الانتباه عليها وتطبيقها. طبعا اعلان النتائج ان شاء الله الاسبوع القادم، سوف اعلن من هو الفائز. نبدا بشروط المسابقه. شروط المسابقه على النحو التالي: ارسال فيديو لكل طفل، يعني ان نرسل فيديو لكل طفل. سوف اكتب في الوصف اين سوف يتم ارسال الفيديو. الشرط الثاني هو أن يكون الطفل أقل من 15 سنة، يعني 15 سنة وما تحت أن يكون عمر الطفل. ثالث، أن لا يتجاوز 3 دقائق، يعني أن لا يتجاوز 3 دقائق هو المقصود في الفيديو، يعني عندما ترسل لا يكون قصير، يعني مثلا أقل من دقيقة ولا يتجاوز 3 دقائق. 4، التحدث باللغة الإنجليزية، هو التحدث في اللغة الإنجليزية بشكل كامل، يعني ما في أي كلمة عربي. الهدف من ذلك هو فقط تشجيع الأطفال على التكلم في اللغة الإنجليزية. 5، الفيديو الذي يحصل على تعليقات أو إعجابات أكثر هو الرابح، يعني أي فيديو. طبعا سوف المشتركين سوف يقوم بتوزيع الرابط، أي فيديو يحصل على إعجابات أو تعليقات أكثر سوف يكون هو الرابح. تمام؟ إذن ويكون التعليقات مختلفة، هو نفس الشخص يقوم بالتعليق أو تكرار نفس التعليق. الجائزة هي جائزة بسيطة، هي الجائزة 100 ليرة تركية. إذن الجائزة هي 100 ليرة تركية. إذن هذه هي الشروط، تكون شروط بسيطة: التكلم في اللغة الإنجليزية بهدوء، هو أي فيديو أنت تختار تهم أنت تتحدث به في اللغة الإنجليزية، تعريف عن نفسك، وين تسكن أو اسمك أو ما شابه ذلك. إذن هذه شروط المسابقة، سوف أعلن الفائز الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب على قناتي على يوتيوب تيتشر صالح عيسى. See you, good luck. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.